أقام عدد من الشباب صلاة الغائب بالقرب من السفارة المصرية بالعاصمة عمان عن روح الرئيس المصري السابق محمد مرسي. طبعا ضد الضغاط والظالمين على من طغى على الدكتور الرئيس الشرعي لجمهورية مصر العربية محمد مرسي العياض، الرئيس الشرعي لجمهورية مصر العربية. وكما نستنكر دائما وابدا الانقلاب العسكري، وفي نفس الوقت نطالب يعني الجهات الرسمية في هذا البلد ان يكون لها موقف وبيان سامح بما جرى في هذه الجريمة. احنا جينا هون حتى نوصل، كنا نطمح انه نصل الى السفارة المصرية ونوصل رسالة الى من هم في مصر اننا كلنا قلبا وقالبا مع الشرعية، كلنا مع الرئيس الشرعي المنتخب ديمقراطيا، الرئيس الوحيد لمصر، وهو الرئيس الأول ديمقراطيا، الرئيس المدني الوحيد. جئنا هنا حتى نكون مع إخواننا في مصر في مصابهم، كلنا جئنا نؤكد رسالتنا كشعب أردني واحد في رغبتنا أننا كلنا ضد هذا الانقلاب الذي عزل الرئيس المدني، الرئيس أول رئيس منتخب. جئنا اليوم حتى نؤدي أقل الواجب اللي عملناه اليوم، أقل الواجب اتجاه تضحيات رجل عظيم شجاع قدم لأمته ولم يقدم لمصر فقط. حقيقة يعني هذه رسالة قوية. الأعمار اللي شايفها أعمار شباب في مطلع العشرينيات جاي تأدي الواجب على الأنظمة وعلى الحكومات أن تواجه هذه الأجيال. هذه الأجيال يعني شجاعة وعنيدة وتريد أن تحقق غايتها، وهذه رسالة يجب أن تصل للجميع. وكان قد أعلن التلفزيون الرسمي المصري بوفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي يوم الاثنين بعد إصابته بنوبة قلبية أثناء محاكمته في قضية التخابر. رامي العيسى، الحقيقة الدولية.